أهلنا النازحين في سوريا نزحوا من طيران روسي والسوري، وهلا على الآنين بين المعبر السوري والتركي بهالبرد. معنا عنا عائلات نسوان أولاد يعني كتار، وفي نازحين كتير ماشي 10,000 نسمة. وهلا نناشد الدولة التركية وناشد الرئيس أردوغان بلكي إن شاء الله يفوتوا لهم من هالبرد، وعندنا أولاد يعني بتعرفوا شلون، وإن شاء الله خير.